السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله بنشرح منهج ديسكفر او اكتشف الترم الاول KG1. كل سنة وانتم طيبين. العام الدراسي الجديد ابتدى، والنهاردة هنشرح المنهج الجديد بتاع ديسكفر او اكتشف. والمنهج ده منهج جميل جدا، المنهج ده شفوي يا اصحابي، مش محتاجين تحفظوا فيه كلمات كتير، المهم ان احنا نتعلم ونفهم قبل اي حاجة، والحفظ بيجي لوحده واحدة واحدة. والمنهج ده هيخلينا نعرف حاجات كتير جدا، حاجات ليها دعوة الكائنات الحية اللي حوالينا والاشياء غير الحية كمان. هنتعلم حاجات كتيرة جميلة قوي، عايزكم تركزوا معايا وتتابعوا معايا الشرح اول باول، وزي ما احنا متعودين دايما يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده كوفر كتاب ديسكوفر كيندرغارتن 1 او KG1 ديسكوفر اكتشف ترم 1 او الترم الاول. وهنا كلمة مكتوبة عن خطة وزارة التربية والتعليم في تطوير المناهج التعليمية اللي هتنتهي ان شاء الله سنة 2030، وهي خطة طموحة جدا هتخلي التعليم بتاع مصر مختلف تماما وفي الافضل وفي الاحسن ان شاء الله. وفي الصفحة دي مكتوب كلمة السيد الوزير عن خطة تطوير التعليم. ونوصل للبيج الاولانية او الصفحة الاولى في الكتاب، وهنا طبعا المفروض بنكتب اسمنا زي ما احنا شايفين قدامنا. وهنا الكونتنتس او المحتوى، طبعا المحتوى او الدروس الموجودة في الكتاب هنا عبارة عن محاور. المحور الاول او سيم 1 اسمه هو أم آي، يعني من اكون، انا مين، من انا، وهو بينقسم الى 3 فصول او 3 chapters. شابتر 1 اسمه جيومتريك سيلف بورتريت. جيومتريك سيلف بورتريت يعني صورتي الشخصية، الصورة بتاعتي. وشابتر 2 او الفصل الثاني عنوانه ماميز اند داديز. ماميز اند داديز اللي هم الامهات والاباء. وشابتر 3 او الفصل الثالث عنوانه ماي سكول يعني مدرستي. ده المحور الاول. المحور الثاني او سيم 2 عنوانه The World Around Me او العالم من حولي. وهنا بيكلمنا عن العالم اللي حوالينا، وهو بينقسم الى 3 chapters او 3 فصول. شابتر 1 Animal Babies يعني ابناء الحيوانات او اطفال الحيوانات، الحيوانات الصغيرة. شابتر 2 اللي هو How to care يعني كيف اعتني او كيف تعتني، وبيعلمك فيه ازاي تعتني بحد تاني او بحيوان اليف عندك، وهنتعرف على التفاصيل بتاعته واحنا بندرسه مع بعض ان شاء الله. وشابتر 3 او الفصل الثالث عنوانه Where do we find water نجد الماء. وبيكلمنا في الشابتر ده عن أهمية المية وأنواع المية، المية المالحة والمية العذبة، وإحنا فين بنلاقي المية العذبة اللي إحنا نقدر نشربها ونقدر نزرع بيها الزرع بتاعنا، وإزاي هي مهمة لحياتنا كلنا. وفي الآخر هنا مكتوب Mass Journal أو كراس الرياضيات أو الكراسة بتاعت الماس، وهنتعلم فيها الجزء الرياضي والماس اللي احنا المفروض نتعلمه الترم ده. كل ده هنشرحه ان شاء الله مع بعض اول باول، عايزكم تتابعوا معايا. والنهاردة ان شاء الله هنبتدي نشرح مع بعض شابتر 1 او الفصل الاول جيومتريك سيلف بورتريت او صورتي الشخصية، الصورة الشخصية بتاعتي. ويلا نبدأ الشرح مع بعض، خليكم معايا. طبعا يا اصحابي ده الكوفر بتاع شابتر 1، والمحور الاول زي ما قلنا هو ام اي يعني من اكون. بيكلمنا هنا يا اصحابي
عن نفسنا احنا مين، و شابتر 1 او الفصل الاول جيومتريك سيلف بورتريت. جيومتريك لوحدها الكلمة دي تعني هندسي، الحاجة الشكل الهندسي لأي حاجة. طبعا كل حاجة في الدنيا ليها شكل هندسي، سواء كانت مربع، مستطيل، مثلث، حتى ايدينا يا أصحابي الإيد نفسها ليها شكل هندسي، بنسميه في الهندسة الهاند شيب. طبعا أنا مش بطلب منكم ان انتوا تحفظوا ده، بس أنا بفهمكم يعني ايه جيومتريك. جيومتريك أي حاجة هندسية بنقول عليها جيومتريك. سيلف، سيلف يعني نفس. انا طبعا لما بتكلم على نفسي بقول ماي سيلف، ولما بتكلم واقول لك نفسك بقول لك يور سيلف، فسيلف لوحدها بتعني نفس. وطبعا بورتريت، بورتريت يعني لوحة مرسومة، يعني صورة مرسومة. فجيومتريك سيلف بورتريت، العنوان ده على بعضه كده معناه صورتي الشخصية. ده يعتبر اكسبريشن او مصطلح او تعبير، الترجمة بتاعته معناها صورتي الشخصية، الصورة بتاعتي. ويلا نروح لأول صفحة، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 2. دي أول صفحة في الكتاب وعنوانها سيلف بورتريت. سيلف بورتريت أو الصورة الشخصية بتاعتي، الصورة المرسومة بتاعتي. وزي ما قلنا من شوية سيلف يعني نفس، وبورتريت، بورتريت يعني لوحة مرسومة، يعني صورة مرسومة. وهنا الدايركشنز او التوجيهات او التعليمات الخاصة بالبيج دي، والدايركشنز دي كلمة هتقابلنا طول الترم الاولاني في كتاب ديسكوفر، فعايزكم تبقوا عارفين يعني ايه دايركشنز. دايركشنز يعني التعليمات الخاصة بالصفحة اللي احنا بنشرحها. فهنا الدايركشنز او التعليمات الخاصة بالبيج دي بتقول ايه؟ بتقول draw. draw يعني ارسم، ودرو كلمة برضو هتقابلنا كتير قوي في شرح منهج ديسكوفر، فعايزكم تبقوا عارفين يعني ايه درو. درو يعني ارسم. ابيكيتشر، ابيكيتشر يعني صورة. اوف يور سيلف، اوف يور سيلف لنفسك، يور سيلف يعني نفسك. تراي، تراي يعني حاول. تو رايت يور نيم بيلو، تو رايت يعني ان تكتب يور نيم اسمك بيلو، بيلو بالاسفل. فمطلوب مننا هنا يا اصحابي ان احنا نرسم صورتنا في الفريم ده او في البرواز ده. المفروض هنرسم صورة لنفسينا في الفريم ده او في البرواز ده، وهنحاول بعد كده او نعمل تراينج، يعني نحاول ان احنا نكتب اسمنا او to write our name in the line below او في الخط الموجود تحت الفريم ده او تحت البرواز ده. فالمطلوب مننا هنا مرة تانية نرسم صورتنا في البرواز ده ونكتب اسمنا هنا على السطر اللي موجود تحت الصورة. وبكده نكون انهينا شرح البيج دي، وعرفنا يعني ايه سيلف يعني نفس، ويعني ايه بورتريت، بورتريت يعني صورة مرسومة، يعني ايه درو، درو يعني ارسم، ويعني ايه بيكيتشر، بيكيتشر يعني صورة برضو، ويعني ايه يور سيلف، يور سيلف يعني نفسك، يعني ايه تراي، تراي يعني حاول، ويعني ايه رايت، رايت يعني اكتب. يور نيم، نيم يعني اسم، يور نيم يعني اسمك. بيلو، بيلو بالاسفل. وبكده نكون انهينا شرح البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 3 او صفحة رقم 3 وعنوانها fruits and vegetables. fruits، fruits يعني الفواكه، الفاكهة كلنا عارفين الفواكه يا أصحابي. and vegetables، vegetables يعني الخضروات. مرة كمان fruits and vegetables، مرة كمان fruits and vegetables. والfruits أو الفواكه يا أصحابي طبعا زي التفاح، زي الموز، زي الفراولة، زي البرتقال، زي البطيخ، زي العنب، كل دي fruits. fruits يعني فواكه. والvegetables يا أصحابي، الvegetables يعني الخضروات. والvegetables زي الخيار، زي الجزر، زي التوميتو يعني الخيار والجزر والطماطم، زي الخس، زي الجرجير، دي اسمها vegetables. vegetables يعني
خضروات، الحاجات اللي هي مش فاكهة هي خضروات بنستخدمها وبنعمل بيها كمان السلطة. طب هنا بيقول لنا ايه يا اصحابي؟ fruits and vegetables والdirections او التعليمات الخاصة بالبيج دي بتقول ايه؟ بتقول draw ارسم a picture صورة of your favorite، favorite يعني مفضل، of your favorite fruit يعني لفاكهتك المفضلة، or vegetable or vegetable او الخضروات المفضلة بتاعتك. فالمفروض ان انت هنا هترسم صورة لل your favorite fruit or your favorite vegetable، فهترسم صورة لفاكهة مفضلة ليك او or يعني او خضرة او نوع من الخضروات مفضلة ليك. فهنا اول صورة مكتوب تحت منها ايه؟ تقدر تقولي كده يا عبد الله؟ grapes. grapes شاطر. grapes يعني ايه يا عبد الله؟ عنب. عنب. طب ده fruits ولا vegetables؟ fruits. fruits. fruits شاطر. يبقى ده grapes. grapes يعني عنب وده fruits. طب الصورة التانية مكتوب تحت منها ايه يا عبد الرحمن؟ banana. بنانا. بنانا يعني ايه؟ موز. موز شاطر. طب والبنانا دي فروتس ولا فيجيتابلز؟ فروتس. فروتس شاطر. طب الصورة التالتة دي مكتوب تحت منها ايه؟ تقدر تقولي كده؟ توميتوز. توميتو. توميتو يعني ايه؟ طماطم. طماطم شاطر. والطماطم دي فروتس ولا فيجيتابلز؟ فيجيتابلز. فيجيتابلز شاطر. طب والصورة الرابعة دي مكتوب تحت منها ايه؟ كاروتس. كاروت. كاروت يعني ايه؟ جزر. جزر شاطر. طب الكاروت ده فروتس ولا فيجيتابل؟ فيجيتابل. فيجيتابل شاطر. فهو هنا يا اصحابي مدينا صورتين لتو فروتس او لنوعين من انواع الفاكهة، الجرابس او العنب والبنانا او الموز والتوميتو او الطماطم والكاروت الكاروت او الجزر. فانتوا هترسموا صورة من الاربع صور دول سواء كانت فروتس او كانت فيجيتابلز، هنرسمها هنا في البوكس ده او في المربع ده، وبكده نكون حلينا البيج دي. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج نمبر 4 او صفحة رقم 4 وعنوانها My Favorite Food. My Favorite Food او طعامي المفضل. favorite يعني مفضل زي ما قلنا من شوية، وfood food يعني طعام. والdirections بتاعت البيج دي بتقول draw ارسم a picture a picture صورة of your favorite food of your favorite food لطعامك المفضل. فطبعا يا اصحابي مفيش اجابة نموذجية هنا، كل واحد فينا ممكن يكون بيحب نوع معين من الاكل. في حد بيحب مثلا نوع معين من الفروتس، بيحب مثلا نوع معين من الفواكه. في حد تاني ممكن يكون بيحب نوع معين من الفيجيتابلز من الخضروات. فهنرسم هنا الفيفوريت فود او الطعام المفضل بتاعنا، كل واحد يرسم هنا الطعام المفضل بتاعه او الحاجة اللي بيحب ياكلها. وبكده نكون انهينا حل البيج دي ونتميل البيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج نمبر 5 او صفحة رقم 5. وهنا فيها جزء مهم جدا يا اصحابي هنتعلم فيه بعد كده لمدة كام سنة، وموجودة طبعا الجزء ده موجود في منهج ديسكوفر او اكتشف في كل المراحل، وهو الجزء الخاص بالفايف سنسس. My five senses يعني حواسي الخمسة. five senses الحواس الخمسة بتاعتنا يا أصحابي. يعني إيه حواس خمسة يا مستر؟ يعني الحاجات اللي احنا بنعرف بيها أو بنحس بيها بالعالم اللي حوالينا أو بالدنيا اللي حوالينا. فطبعا احنا عندنا خمس حواس أو five senses بنقدر نتعرف بيهم على الحاجات اللي موجودة في العالم حوالينا. فمثلا احنا بنشوف الحاجات وبنعمل حاجة اسمها ابصار. يعني ايه ابصار؟ يعني ان احنا نشوف الحاجة اللي لونها اخضر، ونشوف الحاجة اللي لونها احمر، نشوف الحاجة اللي لونها ازرق،
نشوف الأشخاص أو الناس اللي حوالينا أو البيبل، نشوف الأنيمالز أو الحيوانات، نشوف كمان المباني، نشوف الشوارع. ده اسمه إبصار. إبصار in English يعني sight، يعني رؤية. فدي حاسة من الحواس. طب احنا بنعمل إبصار بإيه أو بنعمل رؤية بإيه؟ حد يقدر يقولي؟ بالآي. بالآي، بالآي يعني بالعين. فدي أول حاسة. الحاسة التانية يا أصحابي هي السمع، إن احنا نسمع الأصوات اللي حوالينا. احنا عارفين صوت ماما وعارفين صوت بابا، عارفين صوت المستر أو المس بتاعتنا أو التيتشر بتاعنا، عارفين صوت إخواتنا، وعارفين صوت زمايلنا في الفصل أو أصحابنا، وعارفين كمان أصوات الحيوانات. السمع ده in English اسمه sound. sound يعني السمع. وطبعا احنا بنعمل سمع بأي body part أو بأي جزء من الجسم. حد يقدر يقولي؟ الإير. الإير، الإير أو الأذن. طيب الحاسة الثالثة أصحابي هي حاسة اللمس. أنا بعرف عن طريق الحاسة بتاعت اللمس الحاجة السخنة والحاجة الساقعة، الحاجة اللي ملمسها خشن والحاجة اللي ملمسها ناعم كمان. فعن طريق حاسة اللمس أنا بعرف ملمس الحاجات اللي حواليا. وحاسة اللمس in English معناها touch. touch يعني يلمس. وإحنا بنعمل touch ممكن نعمل touch بأي؟ حد يقدر يقولي؟ الهاند. بالهاند، بالهاند أو باليد. إحنا بنلمس الحاجات بأيدينا. ورابع حاسة أو السنس نمبر 4 هي حاسة التذوق. احنا بنعرف طعم الحاجات، الحاجات الحادقة والحاجات اللي طعمها حلو، الحاجات الحامية كمان، الحاجات اللي ملحها زيادة والحاجات اللي سكرها زيادة. طعم الحاجات، حاسة التذوق. التذوق in English يعني taste. taste يعني تذوق. حد يقدر يقول لي احنا بنعمل تيست او بنعمل تذوق بانهي body part؟ بالماوس. بالماوس، بالماوس او بالفم. واخر حاسة يا اصحابي او الحاسة نمبر 5 هي حاسة الشم. الشم احنا بنعرف روائح الحاجات، بنعرف ريحة الزهرة والوردة، بنعرف ريحة الطعام اللذيذ بتاع ماما، بنعرف ريحة الحاجات الكويسة، وبنعرف كمان ريحة الأشياء المش نظيفة. كل حاجة ليها ريحة معينة. حاسة الشم in English اسمها smell. smell يعني شم. حد يقدر يقول لي احنا بنعمل smell او بنعمل حاسة الشم بأي جزء من جسمنا او with which body part؟ النوز. النوز، النوز او الانف. احنا بنعمل حاسة السميل او الشم عن طريق with our nose، بأنفنا. فأنا بيكلمنا عن الفايف senses او الحواس الخمسة، وأنا بيقولك my five senses. my five senses يعني حواسي الخمسة. والdirections بتاعت البيج دي بتقول color، color يعني لون. the body part، the body part جزء الجسم. you use، you use اللي انت بتستخدمه. for your sense، for your sense اللي انت تعمل بيه الحاسة بتاعتك. اول حاجة بيقولك for your sense of sight. for your sense of sight يعني لحاسة الابصار بتاعتك. with blue، blue يعني ازرق. يبقى هنلون اول جزء الخاص بجسمنا اللي بنعمل بيه sight او حاسة الابصار باللون الازرق او with blue. وعايزين نبقى عارفين الالوان هنا يا اصحابي. تعالوا نشوف كده اي body part من جسمنا المفروض ان احنا بنعمل بيه حاسة السايت. شاطرين، الاي. الاي زي ما اصحابنا قالوا او العين هي اللي بنعمل بيها حاسة السايت. فهنلونها with blue color او باللون الازرق. طب في الدايركشنز التانية بتقول color لون. the body part، the body part او جزء الجسم. you use اللي انت بتستخدمه. for sense of sound، for sense of sound لحاسة السمع. with yellow، with yellow بالاصفر. يبقى هنروح نشوف البادي بارت او جزء الجسم اللي احنا بنعمل بيه sense of sound او حاسة السمع. شاطرين، ادي الـ ear
او الاذن زي ما اصحابنا قالوا، المفروض هي دي اللي احنا بنعمل بيها السنس اوف ساوند او حاسة السمع، فنلونها باليلو او بالاصفر. طيب بعد كده بيقول لنا color، color يعني لون. the body part، the body part او جزء الجسم. you use اللي انت بتستخدمه. for sense of touch لحاسة اللمس. يبقى احنا هنلون الجزء الخاص بحاسة اللمس. with green يعني اخضر. يبقى نروح نشوف جزء الجسم او البادي بارت اللي احنا بنعمل بيه سنس اوف تاتش، هنلاقيه الهاند زي ما اصحابنا قالوا. يبقى هنلونه او هنعمل له كولرنج with green او بالاخضر. يبقى هنلون اليد دي باللون الجرين او بالاخضر. طيب بعد كده يقول لنا color، لون. the body part جزء الجسم. you use for sense of taste اللي انت بتستخدمه لحاسة التذوق. with red باللون الاحمر. يبقى هنروح نشوف البادي بارتس او اجزاء الجسم، هنلاقيه هو حاطط لنا هنا الماوس او الفم. المفروض ان احنا هنلونه بايه يا اصحابي؟ بالريد، الريد او اللون الاحمر. واخر حاجة بيقول لنا color او لون. the body part جزء الجسم. you use اللي انت بتستخدمه. for sense of smell لحاسة الشم. with orange بالبرتقالي. فنروح نشوف البادي بارتس وهنلاقي عندنا النوز او الانف زي ما اصحابنا قالوا، فهنلونها بالاورنج او باللون البرتقالي. وبكده نكون عملنا الدايركشنز او التعليمات اللي هو طلبها مننا. والكلمات الجديدة في البيج دي يا اصحابي هي my يعني ملكي، five يعني خمسة، senses حواس. my five senses حواسي الخمسة. color يعني لون. body part جزء الجسم. body يعني جسم، وpart يعني جزء. the يعني ال. use يعني يستخدم. you يعني انت. you use انت تستخدم. for لأجل او لكي. your sense يعني حاستك. of sight الابصار. with b او مع. blue يعني ازرق. sound يعني السمع. yellow يعني اصفر. touch يعني اللمس. green يعني اخضر. taste يعني التذوق. red يعني احمر. smell يعني الشم. orange يعني برتقالي. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكوا معي ونوصل لبيج نمبر 6 او صفحة رقم 6، وعنوانها We are similar يعني احنا متشابهين. We يعني نحن. Are similar يعني متشابهين. فينا حاجات متشابهين فيها. يعني انا ممكن انا واخويا مثلا نكون بنلبس نظارات زي بعض. يبقى احنا هنا متشابهين في ايه؟ في الجزء بتاع السايت او الابصار، ان احنا الاثنين بنلبس نظارة. ممكن انا مثلا واخويا نكون مثلا بشرتنا لونها ابيض زي بعض او لونها اسمر زي بعض. ممكن يكون شعرنا ناعم زي بعض او شعرنا مثلا كيرلي او مموج زي بعض. فاحنا متشابهين في بعض الحاجات. ممكن كمان نكون طولنا زي طول بعض. ممكن يكون وزننا او حجمنا زي بعض. فاحنا متشابهين او we are similar يعني احنا متشابهين. كمان ممكن نكون similar او متشابهين في الهدوم اللي احنا بنلبسها او الكلوزز اللي احنا بنلبسها. طبعا دي كلها حاجات احنا ممكن نكون متشابهين فيها. فهنا الدايركشنز او التعليمات بتاعت البيج دي بتقول ايه يا اصحابي؟ بتقول look انظر. at each picture على كل صورة. what is the same يعني ما وجه الشبه، ايه وجه الشبه بينهم. add
add يعني أضف، a detail، a detail يعني تفصيلة، نوع من التفاصيل يعني حاجة معينة، to the bottom picture للصورة الموجودة بالأسفل، to make it look similar، to make it look similar يعني علشان تخليهم كلهم شبه بعض. فاحنا يا أصحابي هنشوف الثلاث صور بتاع أصحابنا الثلاثة دول، هنشوف إيه the same أو الحاجة المتشابهة بينهم هما الثلاثة، وهننقلها ونحطها على picture أو الصورة الموجودة in the bottom of the page اللي موجودة أسفل الصفحة. فمثلا هنا أصحابنا الثلاثة لابسين نظارات، يبقى هنرسم هنا لل picture دي أو للبابت دي العروسة دي نظارات، لأن هما الثلاثة متشابهين فيها. هنلاقي كمان إن أصحابنا الثلاثة مثلا لابسين شوز او حذاء، فهنرسم هنا شوز في رجلين البيكيتشر او البابت دي. هنلاقي كمان اصحابنا التلاتة لابسين تي شيرت ولابسين تراوزر او بنطلون، فهنرسم للبيكيتشر دي او الصورة دي تي شيرت، وهنرسم لها كمان بنطلون او تراوزر. وهنلاقي التلاتة كمان موجود عندهم ايز او عيون، فهنرسم لها عينين تحت النظارات. وهنلاقي التلاتة كمان عندهم ماوسس او فم، او فهنرسم هنا ماوس للبيكيتشر دي. وهنلاقي التلاتة عندهم نوز او انف، فهنرسم لها انف. وهنلاقي التلاتة عندهم شعر او هير، فهنرسم لها هير. وهنلاقي التلاتة عندهم هاند او يد، فهنرسم لها هاند. فاحنا كده رسمنا الحاجات the same او اللي فيها شبه كبير بينهم هم التلاتة on the bottom picture او على الصورة الموجودة باسفل الصفحة. وبكده نكون انهينا البيج دي، وعرفنا يعني ايه similar. similar يعني متشابه، ويعني ايه we يعني نحن، ويعني ايه look يعني انظر، at على each picture كل صورة، ويعني ايه the same يعني وجه الشبه، ويعني ايه add يعني اضف، detail يعني تفاصيل، bottom picture الصورة الموجودة بالاسفل، to make يعني لتصنع، to make it لتجعلها look similar تبدو متشابهة، يعني تبقى شبههم هما التلاتة. وبكده نكون انهينا البيج دي، وانهينا معاها شرح درس النهاردة. لو عجبك الدرس واستفدت اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس او الروابط بتاعتها في صندوق الوصف او الديسكريبشن اسفل الفيديو. وبالنسبة لقوائم التشغيل الخاصة بالدروس الموجودة على القناة كلها، انا سايب لكم الروابط بتاعتها او اللينكس بتاعتها كلها بشكل منظم، بتاعت الترم الاول والترم الثاني لكل المراحل، برضو في صندوق الوصف او الديسكريبشن اسفل الفيديو، لو حبيتوا ترجعوا لها تقدروا توصلوا لها بسهولة. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.